نروح للنجمة مريم عمر لاعبة فريق يد السيدات بالزمالك، واللي غابت النهاردة عن مباراة الفريق ضد منوف الرياضي بسبب الإصابة. مريم عمر طبعا بتعاني من إصابة في اليد خلال تواجدها في معسكر المنتخب الوطني، وطبيب المنتخب وصى بعدم مشاركتها مع الزمالك في مباراة النهاردة. الجهاز الفني للفريق طلب من الجهاز الطبي سرعة تجهيز مريم عمر علشان تكون جاهزة لمباراة أصحاب الجياد اللي هيكون أو اللي هتكون مباراة مهمة جدا بالتأكيد. منتخب مصر كان ضم 4 لاعبات من فريق يد الزمالك في المعسكر اللي بيعمله كل أسبوع، وهم سهيلة خالد، بسمة مدحت، سارة يحيى، ومريم عمر.